الطبيعيه. هذه المباراه بين النادي الرياضي الصفاقسي ونادي حمام الانف هنا في ملعب سليمان. ضربه جزاء للنادي الرياضي الصفاقسي يتحصل عليها فراس شوات قبل تنفيذ ضربه جزاء. حبينا متابعينا الشكر ايمن الحرزي على التنفيذ. الحكم يعطي اشاره تنفيذ ضربه جزاء، تنفيذ الهدف الاول. تغيرت النتيجه هنا بملعب سليمان على الهدف الاول لصالح النادي الرياضي الصفاقسي عن طريق اللاعب ايمن الحرزي. ضربه جزاء تحصل عليها اللاعب فراس شوات. ايمن الحرزي بدوره يمرر محمد سوله اللاعب الليبي المحترف. تتقص الكره في الركنيه، الركنيه الثانيه للنادي الصفاقسي. الكروس من حسين علي، الكرة فتيشة نصراوي، ما زالت الكرة بضربة مقصية، ما زالت ثالثة لثلاث مرات. محمد النصراوي كاد أن يسجل الهدف الثاني لصالح النادي الصفاقسي. كاد أن يسجل. الكرة ما زالت لصالح نادي حمام الأنف. المحاولة الهجومية زياد بن سالم، التصويب بجانب المرمى. خطيرة العملية، خطيرة العملية لصالح نادي حمام الأنف. غاز صغير بالراس، كرة جانبية من نسيم شاشية بذكريات 2019. نسيم شاشية لايمن الحرزي، تمريرة في العمق، صولة يراوغ، صولة يسدد والبرة. اختير صولة ولا يقوموا بالعمليات الحماية، يلتحق بهم سعيد كرشوت، مخالف ايمن الحرزي يقذف، يسدد ايمن الحرزي وعلي القاسمي بكل سهولة. علي القاسمي الكرة كانت طويلة في اتجاه ملك الدوكالي، ولا زالت المحاولة الهجومية والرأسية، الرأسية من نسيم شاشية فوق المرمى وتخرج 6 أمتار إلى ملك الدوكالي. ملك الدوكالي طويلة الكرة إلى الحارس أيمن دحمان، إلى الحارس أيمن دحمان. هذه الكرة سيف المسكين، واختير العملية والهدف الثاني. الهدف الثاني بعد قطع الكره الاخيره عن طريق محمد سوله لبي نادي الصفاقسي، يمضي على الهدف الثاني لصالح نادي الرياضي الصفاقسي. الهدف الثاني صغير، غايز صغير تقطع له الكره، سوله واحد اثنين، واحد اثنين البرة. في هذه اللحظات انحلال دفاع نادي الحمام. في هذه اللحظات غايز صغير، غايز صغير وحكم، والهدف والهدف. جول 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 جولاتو 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 جولاتو. هدف ممتاز، هدف ممتاز بعد ارتدام الكره بالعارضه.